من إمارة الشارقة تشرق مدينة الحمرية، وازدادت إشراقا قبل 40 سنة بتأسيس نادي الحمرية الثقافي الرياضي. وفي تأسيسه فخر بالماضي وعطاء في الحاضر وتفاؤل بالمستقبل. للفخر والعطاء والتفاؤل قصص وحكايات تروى من أصحابها بشعار فخر الانتماء لحمرية العطاء. أهلا وسهلا بكم في بودكاست بأبنائها مشرقة. أهلا وسهلا بكم في حلقة بودكاست بأبنائها مشرقة. ضيفنا اليوم واحد ممن تشرق بهم منطقة الحمرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي. ضيفنا جمع بين ما هو رياضي وثقافي وهندسي أيضا. سعداء باستضافة عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، المهندس علي المهيري. مهندس علي، مرحبا بك. مرحبا فيك أخي يوسف. مرحبا مهندس. مهندس علي، بداية لو تعطينا نبذة بسيطة عن المهندس علي المهيري. معكم علي أحمد سعيد المهيري من أبناء منطقة الحمرية، مهندس طاقة متجددة ومستدامة، أعمل في هيئة كهرباء مياه دبي في مركز البحوث والتطوير، تابع لمجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وأيضا في نفس الوقت عضو مجلس إدارة في نادي الحمرية الثقافي الرياضي ورئيس للجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي. ما شاء الله، نجد الترحاب بك مهندس علي. ونتحدث مهندس عن بدايتك في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، متى كانت، كيف كانت؟ والله بدايتي كانت أنا تقريبا في 2007 في مدرسة كرة القدم، اللي تعلمنا فيها أساسيات كرة القدم، تعلمنا فيها حب الرياضة، وهي اللي ممكن جذبتنا خلني أقول للنادي أكثر، فتمرسنا في كرة القدم وتدرجنا إلى أن وصلت لفريق 14 سنة المراحل السنية في النادي. منها تعلمت أن الأساسيات نفس ما ذكرنا، ولعبنا في بطولات في أندية كبيرة مثل نادي الوصل ونادي النصر ونادي الشارق أيضا. ومن ثم بعد كرة القدم حبيت أجرب شيء جديد عندنا في النادي، انتقلت لألعاب القوى في الجري وأيضا في رمي الرمح، وتخصصت أكثر في رمي الرمح، فشاركت أيضا في بطولات في أكاديمية الضباط في دبي في الرمح. من ثم عندنا أنشأوا رياضة جديدة في النادي اللي هي التجديف الحديث أو التجديف الأولمبي، فحبيت أني أنا أمارس هاي الرياضة، خاصة بكوننا نحن منطقة الحمرية، نحن من أهالي البحر، وشي يجذب صراحة بما أنه يمكن من أوائل الأندية على مستوى الدولة اللي تكون فيها هاي الرياضة. فتعلمت فترة عندهم ومن ثم انتقلت إلى فريق السباحة، حبيت أطور شوي مهاراتي أكثر في السباحة، واستمريت والله مع الشباب فترة، ومن ثم توقفت يوم وصلت مرحلة ثانوية، حبيت أركز على دراستي شوي أكثر لأن أنا كنت في الشق العلمي وكان يحتاج شوي مجهود أكثر. جميل، ما شاء الله مهندس علي، هذا التدرج والانتقال من الرياضة إلى رياضة، بداية بكرة القدم مرورا بألعاب القوى، الرياضات البحرية، التجديف، وصولا إلى السباحة، ما هو السر في هذا التدرج أو الانتقال من رياضة إلى رياضة؟ والله هو السر نفسه في نادي الحمرية، يعني السر يكمن في نادي الحمرية. عندنا نحن سبحان الله كل مدرب وكل مسؤول عن اللعبة يحببك في اللعبة ويحاول يجذبك أنت ومن حولك بأي طريقة، تعال جرب عندنا اللعبة، عندنا رياضة جديدة، شو رأيك تشوف نفسك؟ فكنا نلف على الرياضات، فكل واحد منا يشوف نفسه، فحد من الأصحاب اللي استمر في القدم، حد استمر في التجديف، حد أيضا استمر في السباحة، فمثل ما تقول نلف نشوف نفسنا، والسر نفس ما قلت نادي الحمرية نفسه هو اللي حببك في الرياضات. جميل. مهندس علي، نرجع معك إلى البدايات، أو نعود إلى بدايات مهندس علي في نادي الحمرية وتحديدا كرة القدم سنة 2007. دائما البدايات ما تكون فيها هناك صعوبات أو عراقيل، لو سألتك مهندس علي ما هي أبرز الصعوبات أو العراقيل التي واجهتك في البداية في نادي الحمرية؟ أكيد البدايات نفس ما ذكرت صعبة، ممكن أنا يعني كان أحد مخاوفي نحن كان بيننا وبين نادي مثل حاجز مثل سور، فكيف أنا بدخل هالنادي، منو في هالنادي، منو طبيعة الناس اللي فيه، منو اللي يلعب، منو اللي في الرياضات، منو المشرف، منو اللي داري، فكانت صعبة، خاصة كانت طفل، أنا أتكلم عن مدرسة الكرة، فكان شيء جديد مثل الطفل يوم تو دخل الحضانة والمدرسة يكون متخوف ويبغي ولي أمره وياي. أنا الصراحة ممكن الداعم الرئيسي لي كان أبوي، كان يذهب أنا وأخوي اللي أصغر مني، فكان هو يوميا هو يشرف علينا، كان بنفسه
يودينا النادي وهو يرجعنا من النادي وكان يحرص علينا. فالبداية إن كيف أنت تكون لك بيئة المحيطة. فمن دخلت النادي اكتشفت أن العاملين في النادي كلهم من أهالي المنطقة، يعني المدربين وأصحابنا يعني شفناهم في النادي، فسوينا لنا علاقة طيبة والحمد لله مستمرة على الآن. جميل، هذه العلاقة وطبيعة نادي الحمرية كنادي مجتمعي ويجمع يعني جل منتسبيه هم من منطقة الحمرية ربما ساهمت في سرعة تأقلم مهندس علي مع أجواء نادي الحمرية. أسألك مهندس، هل في الفترة التي كنت فيها تمارس نشاطات الرياضية، هل كان نشاطك في نادي الحمرية يقتصر فقط على هذه الأنشطة الرياضية، يعني بداية الموسم ونهاية الموسم عندما تنتهي المسابقات ينتهي أو تنتهي صلة وصل مهندس علي بنادي الحمرية، أم كان هناك استمرارية أنشطة في الصيف وما إلى ذلك؟ شوف، مثل ما ذكرنا الصعوبة هي كيف أنك تدخل النادي، وأنا دائما أقول حق الأخوة اللي يدخل النادي الحمرية صعب يطلع منه، يتعلق ويتمسك فيه مثل ما نحن متمسكين فيها الحين. نادي الحمرية مثل البيت الثاني لنا، فكان عند انتهاء المواسم الرياضية أو حتى خلال المواسم الرياضية كانت تكون في عندنا الفعاليات المجتمعية والفعاليات الثقافية الأخوة اللي كانوا مشرفين عليها، سواء كانت الملتقيات الربيعية والملتقيات الصيفية، فكنا دائما نحن نشارك في هذه الفعاليات، بالإضافة للمرافق اللي موجودة في النادي هي اللي تجذبك. يعني مثل إذا قلنا كان في مكتبة وكان في مجلس شبابي وفي مسابح الصالات الرياضية، فهذا نفس ما نقول متنفس لنا في منطقة الحمرية، وما كنا أبدا منقطعين عن النادي سواء في الموسم الرياضي أو غير موسم الرياضي. جميل، يعني نادي الحمرية الثقافي الرياضي اسم على مسمى ثقافة. نعم. ورياضة أكيد، لا شك. ما شاء الله. مهندس علي، ممكن أن نقول إنه هذا التنوع الثقافي والرياضي في نادي الحمرية هو الذي ربما جعل المهندس علي ينتقل مما هو الرياضي ويميل شيئا ما إلى ما هو ثقافي، كانت هذه البداية عالية مع الجانب الثقافي؟ أكيد نعم، نفس ما قلت نحن لفينا على الرياضات، بالإضافة لفينا على الأمور البادرات الثقافية والأمور الإدارية. الأخوة كانوا عندنا في مجلس الإدارة دائما كانوا حريصين أن يعني وين ما تشوف نفسك نحن وياك. جميل. فانتقلت نفس ما أنت ذكرت بعدين إلى الجانب الثقافي، ثقافي ومجتمعي. هل تذكر مهندس علي أول مبادرة شاركت فيها في الأنشطة الثقافية في نادي الحمرية؟ كانت بحكم سمعتها الكبيرة اللي هو ملتقى الحمرية الصيفي، نحن اليوم نتكلم عن 30 سنة. ما شاء الله، يعني نحن شاركنا ما أقول لك في البدايات، أكبر منها الملتقى الصيفي، ممكن في منتصف البرنامج الصيفي شاركنا فيه، كنا بعد انتهاء الموسم الرياضي نسجل في الفترة الصيفية، كانت مدة شهر كنا نروح نشارك فيه كمنتسبين، يعني نحن والأخوة وأبناء العم والأصدقاء كنا نشارك فيه كلنا. كانت أنشطة متنوعة في الملتقى الصيفي؟ نعم، أنشطة متنوعة، منها رياضية منها ترفيهية تعليمية رحلات خارجية، يعني كان متنفس إن صح التعبير لأهالي منطقة الحمرية. نعم متنفس صراحة، وفي الوقت تعلمنا أشياء كثيرة في البرنامج الصيفي، طلعنا خلنا نقول خارج المنطقة، شفنا الناس برا، تعرفنا عوايد أشياء، ومثل ما تقول عرفنا طريقنا يعني. جميل. مهندس علي، بدأت بالرياضة ثم مشارك في الأنشطة الثقافية والمجتمعية، بعد ذلك ربما انقطاع مهندس علي عن نادي الحمرية بحكم التفرغ إلى الدراسة، هل استمر هذا الانقطاع فترة طويلة؟ هو الانقطاع ممكن أذكر رياضي فقط، أما كمشاركات ثقافية كنت موجود، بحكم أن المشاركات الثقافية تكون أغلبها في أوقات الإجازات المدرسية والإجازات الدراسية. فخلال فترة الانقطاع الأخوة كانوا عندنا في اللجنة المنظمة لبرنامج ملتقى الحمرية الصيفي ارتووا أن أنا اليوم يبوني أنتقل من مشارك إلى معاهم في التنظيم، فأخذوني عندهم مساعد مشرف. جميل، يعني الثقة ما شاء الله في مسؤولي نادي الحمرية أنهم وضعوا فيك ثقة بحكم ربما نشاطك، بحكم أفكارك، بحكم مبادراتك وأنت مشارك أو روحك القيادية، جعلتهم يضعون الثقة فيك حتى تكون ضمن اللجنة المنظمة. فتذكر مهندس علي أول نشاط صيفي أو النسخة، أول نسخة من الملتقى الصيفي شاركت فيها كمنظم وليس مشارك؟ أول نسخة نعم أذكرها، كنت كمساعد مشرف. كان في عندنا مشرف هو اللي يشرف على مجموعة من الأطفال، وأنا كنت مساعد مشرف. كانت تقول ممكن صعبة بداية أن أنت تتعلم، يعني أنت ممكن كنت أنا دخلت مجال الإشرافي في السن الصغير، يمكن في الثانوية العامة 17-18 سنة،
كان سني في هاك الوقت. فكان يعني أنت يعني تشرف على مجموعة من الصغار والأطفال، تهتم لسلامتهم، تتبعهم وتتابع حركتهم من وإلى، وتتواصل مع أولياء أمورهم. ممكن أنا هاي الفترة هي اللي صقلت في مهاراتي وبنت شخصيتي القيادية في هاي الفترة. جميل. في الملتقى الصيفي كيف استقبل مهندس علي اختيارك ضمن أو مساعد مشرف في الملتقى الصيفي؟ أكيد ربما أنت في بداية كانت النشاط. صراحة فرحة عارمة، يعني حسيت يعني أن أنا أصبحت شخص مسؤول قادر. جميل. على تولي المسؤولية، أن في ناس اعتمدوا علي وشافوا فيه أن أحس المسؤولية، فالواحد أكيد يفرح مع بداية حياته يعني في هاي السن. تشعر أنها تشريف نفس الوقت تكليف، تكليف ومسؤولية كبيرة طبعا. فعلا. فلو سألتك مهندس علي عن أبرز ذكرى لك فترة مساعد مشرف، يعني انتقال من مشارك إلى شريك في التنظيم. ففي نفس السنة مع نهاية البرنامج الصيفي تم تكريمي بأفضل مساعد مشرف، يعني الحمد لله في أول سنة أنا دي تكرمت كأفضل مساعد مشرف، وهذا أعطاني الحماس والدافع أن أنا استمر معهم في البرامج الصيفية السنوات المقبلة. وبعد ذلك هل اقتصر الدور على مساعد مشرف أم بدأت تصعد أو ترتقي تدريجيا؟ نعم، خلنا نقول البرنامج ملتقى الحمرية الصيفي هو كان سلمي اللي أنا وصلت اللي وصلت للحين، فكان هو السلم. أنا ارتقيت في الملتقى الصيفي من بعد هذا الموسم اللي كنت فيه مساعد مشرف، انتقلت السنة اللي بعدها طلبوني أن أنا أكون مشرف، شافوا أولوني مسؤولية أكبر وثقة أكبر ونفس ما قلت، فعطاني الحافز أن أنا استمر وياهم مشرف لمدة تقريبا سنتين ما شاء الله. ومن بعدها اختاروني أكون مشرف عام للنشاط الصيفي. جميل. يعني من مشرف مجموعة إلى مشرف عام، كنت مسؤول عن المشرفين، مسؤول عن البرامج والأنشطة والجداول، ومن الألف إلى الياء. يعني في الفترة هذه مهندس علي كان دوره في نادي الحمرية لنقول ارتباط بالملتقى الصيفي، صحيح؟ نعم. يعني لم تكن هناك مسؤولية مثلا في عضو مجلس إدارة أو ما إلى ذلك؟ أبدا أبدا، كنا في المجلس الشبابي في نفس الوقت أسس سنة 2017، ومن خلال المجلس الشبابي وكنت أعمل وأيضا في البرنامج الصيفي. جميل، ذكرت نقطة مهمة، المجلس الشبابي. حدثنا مهندس علي عن المجلس الشبابي، كيف فكرة المجلس؟ كيف تم يعني إنشاء هذا المجلس؟ أتت الفكرة عن طريق سعادة جمعة بيت شامسي رئيس مجلس إدارة السابق، والأخ عندنا عيسى راشد بركن اللي هو أيضا عضو مجلس إدارة حالي في هذه الدورة. أتت الفكرة أن نحن ليش ما يكون عندنا مجلس شبابي يمثل مجلس الإدارة مجموعة من الشباب، مثل ما يكون في عضو مجلس إدارة رئيس لجنة معينة، نفس الشيء يكون عضو مجلس شبابي ويكون مسؤول عن هاي اللجنة. فأتت الفكرة وتشكل المجلس في سنة 2017، وكان المجلس الأول والوحيد إلى الآن على مستوى أندية الدولة كلها، يعني المجلس الشبابي الوحيد إن شاء الله. فكانت في ثلاث دورات، أنا ممكن الدورة الأولى كنت في المجلس الشبابي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية في نفس المجال اللي كنت أعمل فيه في البرنامج الصيفي. جميل. فاستمرينا معهم في المجلس الشبابي إلى حين تم اختيارنا في مجلس الإدارة. مهندس، المجلس الشبابي فكرة جيدة أمانة. لو سألتك مثلا قلت لك هل من أدوار هذا المجلس أو له دور ممكن في تشكيل قيادات ربما أو تدريب قيادات شبابية من أجل ربما مستقبلا قيادة نادي الحمرية الثقافي الرياضي؟ أكيد لا شك في له أهداف ومثل ما قلت ومخرجات. فنحن اثنين من المجلس الشبابي، أنا والأخ عيسى راشد بركن، انتقلنا من المجلس الشبابي إلى مجلس إدارة. ممكن هذه هي أهداف مجلس الشبابي، أن نحن اليوم ننمي مهارات الشباب، نكتشف مهاراتهم. ممكن في حد ما عنده مهارات رياضية أو هواية أو تستهوي الرياضة كرة القدم أو غيره، ممكن نحصل عنده مهارات قيادية. صح. يحب في تنظيم الفعاليات، في المشاركة. فالمجلس الشباب أهدافه أن نحن نشكل قياديين من المنطقة، وبالفعل والحمد لله اليوم من الثمرات الأخ عيسى راشد برك اللي هو كان رئيس مجلس الشبابي، حاليا هو رئيس لجنة الإعلام والاتصال الرقمي، وأنا أيضا كنت وياه في نفس الدفعة. جميل. وإن شاء الله نحن بدورنا حن نسعى نطلع شباب يداد من بعدنا إن شاء الله. جميل. صراحة يعني فكرة المجلس الشبابي فكرة رائعة جدا، أنك كيف
تجعل من أهالي أو سكان أو شباب نادي الحمرية أن تنمي فيهم الروح القيادية، مشاركتهم المجتمعية، ففكرة صراحة نحييكم عليها. مهندس علي، ننتقل معك لتاريخ مهم. لو سألتك عن بداية سنة 2022، ماذا يعني لك هذا التاريخ؟ بداية 2022 الأخوة في مجلس الإدارة في الدورة المشهالة الحالية اللي تسبقها بحكم خلو اللي هو منصب رئيس لجنة الثقافة المجتمعية، فاجتمعوا الأخوة ورشحوني أنا أن أنا أكون عضو مجلس إدارة رئيس لجنة ثقافية. صح، ممكن أكل وقت، أنا أقول لك أنا 23 سنة 24 سنة، سنة صغيرة مقارنة بعض مجالس الإدارة موجودين في الأندية. فرفعوا اسمي المجلس الشرق الرياضي، وبحكمهم رفعوا الاسم لسمو الحاكم، وتم اعتماد اسمي كعضو مجلس إدارة، وباشرت مهامي كرئيس اللجنة الثقافية المجتمعية في 2022. ما شاء الله. مثل ما أقول، نفس ما قلنا، لحظة فرح ومسؤولية وتكليف أكثر مما هو تشريف، أن اليوم أنا في هالسن أكون عضو مجلس إدارة، والحمد لله اجتهدنا واشتغلنا. يعني الحمد لله. تشعر أنه مهندس علي ما شاء الله مع مرور السنوات تدرج في المناصب إلى الوصول إلى رئيس لجنة ثقافية ومجتمعية، كيف أهل نادي الحمرية وعائلة المهندس علي كيف يرون الشهادة في ابنهم ما شاء الله تدرج تسلق المناصب؟ أكيد كانت فرحة كبيرة. مثل ما قلت، أنا يمكن بداية دخولي النادي كان عن طريق والدي، هو اللي كان يصطحبني لفريق كرة القدم ولباقي الرياضات، فأكيد كانت فرحة كبيرة بحكم أنه هو مثل كان الدعم الأول، الدعم المعنوي لي، فكانت فرحة كبيرة صراحة. مثل ما قلت أنت، اليوم في هذا السن توصل مجلس إدارة شيء كبير، والحمد لله رب العالمين. جميل. نبقى دائما مهندس علي رئيس مجلس إدارة في المجلس السابق، وندخل معك في الملتقى الصيفي. الملتقى الصيفي مهندس علي بدأه كمشارك مساعد مشرف ثم مشرف ومشرف عام. اليوم مهندس علي يدخل الملتقى الصيفي 2022 كرئيس لجنة ثقافية ومجتمعية، ما هو التحدي؟ والله تحدي كبير اليوم، خاصة أنه أعتقد في هذه السنة مجلس الشارقة الرياضي أطلق جائزة أفضل ملتقى صيفي صيف الشارقة. والله كان تحدي كبير اليوم، يوم دخلت كان ملتقى الحمرية 28، يعني أنت تتكلم 28 سنة من العطاء في الملتقيات من رؤساء لجان سابقا، فالتحدي أنت شو بتضيف؟ يوم 28 سنة كل سنة كل شخص يضيف شيء، يضيف ابتكار، يضيف برنامج، فشو بتضيف أنت؟ ها، كان تحدي كبير. وأنت كرئيس لجنة، هي كان تحدي كبير صراحة، وشكلنا فريق عمل واشتغلنا وأضفنا صراحة برامج كثيرة ترفيهية، وأدخلنا أيضا البرامج التعليمية ونوعنا في الرحلات التعليمية والترفيهية، حاولنا أن نحن نوزن. اليوم صح أنه في الصيف شيء ترفيهي، لكن اليوم أيضا حاولنا نضيف شيء تعليمي. وفي 2022 ممكن كان التحدي الأكبر أن نحن 2021 كان ملتقى الحمرية افتراضي، أن هاي النقلة النوعية كيف نحن ننتقل من الافتراضي إلى نرجع الحضوري مرة أخرى، وخاصة كانت عندنا الجائحة، كانت نهايات الجائحة، فكان تحدي كبير. كان أول مرة أمسك، وأيضا عندنا كانت نهاية الجائحة، شو بنسوي؟ شكلنا فريق الطبي وفريق أمن السلامة، وطبقنا إجراءات احترازية ونوعنا في البرامج، فكان تحدي كبير. والحمد لله توجنا بنهاية السنة بالمركز الأول على مستوى الأندية الرياضية. أنت سبقتني يا أخي. أنا خليني أنا نسألك سؤال هذا، خليني نجي للنقطة هذه. تمام، يعني اليوم مهندس علي دخلت الملتقى الصيفي كرئيس لجنة، ثم في الجائزة اللي وضعها مجلس الشارقة الرياضي نادي الحمرة يتوج بجائزة أفضل ملتقى صيفي، كيف كان الشعور رئيس لجنة ثقافية مجتمعية يأخذ أفضل ملتقى صيفي؟ والله كانت فرحة كبيرة. يعني تتكلم 2022 شهر 3 تم تعييني رئيس اللجنة الثقافية، وشهر 6 كان استعداد للملتقى الصيفي، وشهر 8 أطلق البرنامج الصيفي، وشهر 9 توجنا. يعني فترة قصيرة 6 شهور، يعني أنت تتكلم العمل كانت فترة قصيرة جدا، وما أبغى أقول لك ما توقعنا، لكن كان تحدي.
اجتهدنا نحن بخلاص، والأندية عامة كلها كانت مجتهدة، لكن في النهاية الفائز واحد. صح. وكله طبعا ما أقول هو الرئيسي، فريق العمل نحن ممكن اللي ميزنا عن الأندية اللي هي فريق العمل، الأخوة جميعا الصراحة يعني شكلنا لجان فريق عمل كبير واجتماعات وزيارات ونزول ميداني، ممكن هذا هو سبب النجاح في البرنامج. جميل. بعد التتويج بأول نسخة للمجلس الشارقة الرياضي أفضل ملتقى صيفي، مهندس علي المهيري، ننتقل معك إلى نهاية 6/2023، تعيين مجلس إدارة جديد. مهندس علي المهيري دائما رئيس لجنة ثقافية ومجتمعية، لماذا مهندس علي دائما رئيس لجنة ثقافية ومجتمعية؟ والله ممكن لأن أنا في الآونة الأخيرة في المنطقة ارتبط اسمي أنا باللجنة الثقافية كامل الأسامي المطروحة، والأخوة أيضا مرة أخرى المجلس دار الجديد اختاروني أنا، والحمد لله تعيننا في مرة ثانية في رئاسة اللجنة الثقافية. وكأن التاريخ يعيد نفسه، أول تحدي ملتقى الصيف نسخة 2023 وأنت تدخل الملتقى وأنت فائز بالنسخة الماضية، يعني تكليف أكبر. تكليف أكبر خاصة أن نفس ما أنت ذكرت أنت فائز وما تبغي تتنازل، وصعب أنك تتنازل عن المركز الأول. فأيضا واجهنا تحديات، إذا نحن السنة طافت كنا المركز الأول وبذلنا جهد كبير وعطينا كل أعين راح تكون مراقبكم اليوم، يعني كل الأعين علينا، ومثل ما أقول عطينا عطاء كامل، فأنت شو بتضيف؟ صح، شو بتضيف؟ أصبح عندك النسخة 29، شو بتضيف أكثر؟ والأندية المنافسة يعني تريد أن تأخذ منكم الجائزة، فدائما تبحث عن إضافات، تجديد إضافات. فأيضا عملنا ورش للعصف الذهني وطلعنا الأفكار واشتغلنا وأضافنا أشياء جديدة عندنا، منها إذا أذكر اللي هي البطولة المائية للأندية، كانت بطولة جميلة وحضرها سعادة عيسى هلال حزام رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأثنى عليها، سوينا ممكن هذا الشيء الإضافة الجديدة بالإضافة لتجديد في البرامج عندنا. جميل. وفقتم الحمد لله وأخذتم بعد الجائزة الموسم الثاني. أخذنا هالمرة جائزة أكبر اللي هو درع التفوق العام اللي هو في المجموع العام على جميع الأندية الرياضية، والحمد لله توفقنا. يعني ما هو سر دائما الحمرية الموسمين متتاليين يأخذ جائزة الأعلى في الملتقى الصيفي؟ والله هو السر دائما أقول في فريق العمل، متى ما كان عندك فريق عمل متمكن متى ما أنت بتنجح بتوصل. الناس مع الأخوة قبل بنوا فريق عمل وطلعونا نحن خلنا نقول مناصب إدارية، نحن أيضا بدورنا نبني فرق العمل ما شاء الله، نسلم الراية بعدنا إن شاء الله الشخص المناسب إن شاء الله. نبقى مع أنشطة اللجنة الثقافية، نبتعد شيئا مع الجوائز. هل الأنشطة الثقافية في نادي الحمرية مرتبطة فقط بالملتقى الصيفي؟ لو سألتك عن ما هي أنشطة اللجنة الثقافية في نادي الحمرية على طوال الموسم؟ نحن ممكن السنة نحن عندنا 8 برامج رئيسية، واحد منها اللي هو ملتقى الحمرية الصيفي، فهذا برنامج. عندنا برامج أخرى في منها طرحناها، في منها قيد الطرح إن شاء الله بتكون خلال السنة، منها مثلا أكاديمية الحمرية الثقافية شغالين عليها إن شاء الله، في عندنا مجلس أولياء الأمور أيضا شغالين عليه بيكون قريب إن شاء الله، في عندنا برنامج الحمرية الربيعي في الربيع أيضا نستغل إجازة الربيع نحن إن شاء الله في القريب القادم، وأيضا عندنا البرنامج الرمضاني. البرنامج الرمضاني يروح عبارة عن خلنا نقول حزمة من الفعاليات تستمر تقريبا طوال شهر رمضان المبارك، سواء فعاليات ثقافية أو مبادرات خيرية أو فعاليات ترفيهية. هذه برامج رئيسية بالإضافة خلنا نقول احتفالات بالمناسبات والأيام العالمية، ومن ثم عندنا نحن الزيارات، نعمل زيارات للمعارض مثل معرض الكتاب زرناه السنة والسنة اللي فاتت، وعندنا زيارة اللي هي قمة المناخ COP28. يعني مثل ما تقول متنوعة برامجنا بين برامج رئيسية وفعاليات واستضافات وزيارات خارجية. جميل. مهندس علي، بالنسبة للأنشطة الثقافية هذه التي ذكرت ما شاء الله، تشعر أن منتسبو نادي الحمرية سواء في جل الرياضات أو نخرج عن نادي الحمرية أهالي منطقة الحمرية بصفة عامة،
تشعر أنه الأنشطة التي تقدمونها لهم يعني هل هناك رضا عنها؟ هل هناك تجاوب أو تفاعل معها؟ والله الأنشطة متنوعة عندنا، ممكن مستهدفين متنوعين عندنا نفس ما أنت ذكرت، نحن هي أنشطة ثقافية وأيضا في أنشطة مجتمعية. والله مشاركة المجتمع صراحة كبيرة عندنا، نحن في نادي يخصى في البرنامج الرمضاني مثل سباق الحمرية المعرفة، مثل سباق تكون من فرق والفرق تكون من أهالي المنطقة، وتكون عندنا مشاركات مجتمعية والحمد لله في رضا، الناس دائما تشارك ويوم نغيب عنهم فترة وين صرتوا وين أنتوا نترياكم، فعندنا مشاركات دائما مع المجتمع. جميل. بالنسبة لتحدياتكم مستقبليا مهندس علي، بخلاف تتويج المرة الثالثة أو الحفاظ على جائزة صيف شارقة رياضي، تحديات اللجنة الثقافية بصفة عامة مستقبلا؟ التحديات اللي هو نحن خلنا نقول كيف نحن نخرج برا الصندوق، كيف نحن نخرج برا الروتين، ما نبغي نحن فعالياتنا كل سنة تكون نفسها سنويا، نفس الفعاليات نفس المبادرات، التجديد في الفعاليات، كيفية الطرح، ممكن اليوم تكون عندي نفس المبادرة كل سنة لكن الفرق يكون في كيفية طرح المبادرة، فهذه الصعوبات ان نحن كل سنة كيف نضيف على الفكرة او المبادرة وكيف نحن نغير محتواها، فهذه الصعوبات وتحتاج وقت صراحة. جميل، بالتوفيق ان شاء الله. مهندس، ننتقل معك الى الجانب المهني، هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، يعني كيف مهندس علي بداية بما هو رياضي ثقافي ثم المجال الهندسة؟ والله شوف، ممكن هذا جاوبت أنا قبل في الرياضات، أنا دائما أحب أجرب كل ما هو جديد، والتخصص كان هندسة طاقة متجددة ومستدامة، كان تخصص مطروح جديد في جامعة الشارقة وكنا من أوائل الدفعات، فدائما أنا أحب أجرب الأشياء الجديدة، فقلت وأنا أشوف نفسي الجانب الهندسي أكثر، فقلت أشوف هندسة طاقة متجددة ومستدامة، دخل سنة 2015 تعلمنا أشياء متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الأرضية وغيره ذلك على مدى 4 سنين 2019، والحمد لله تخرجت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. ما شاء الله. مهندس علي، اقتربنا ربما من الختم، قبل ذلك نسألك عن نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ماذا يمثل لك هذا الاسم نادي الحمرية الثقافي الرياضي؟ نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ما أقول بيت الثاني الحين، نادي الحمرية بيت الأول، يعني أنا معظم وقتي أقضي في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، سواء وقتي كمهنتي في رئاسة اللجنة الثقافية أو وقت ترفيهي، سواء كان ممكن بين الملاعب أو في الصالة الرياضية أو في المسبح أو حتى في وقت الفراغ، إلا ما تمر عن النادي ندخل النادي نأخذ جولة نطلع، فهو البيت الأول صراحة نادي الحمرية. جميل. مهندس، نصيحة أو كلمة مفتوحة توجهها لأهالي الحمرية، منتسبين نادي الحمرية، عشاق نادي الحمرية؟ والله نحن نوجه الكلمة اللي حاب أنا أقولها حق أهالي الحمرية، أن نادي الحمرية هو نفس ما هو بيتنا هو أيضا بيتكم، وثقوا تماما يعني أن عيالكم في أيدي أمينة، وأنهم ما بتعلمون إلا الشيء اللي بينفعهم والشيء اللي بينمي من مهاراتهم بيخليهم يكونون شيء مهم في المجتمع، فهاي نصيحة الأهالي إن النادي هو بيتكم نفس ما هو بيتنا. لو قلت لك كلمة شكر لمن ستوجهها؟ أكيد كلمة الشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد حاكم الشارقة، هو الداعم الأول للشباب والداعم الأول للرياضة، ودائما ما نحن نستفيد من مداخلاته الهاتفية في برامج الاتصال ونصائحه، ومن فترة كانت في ممكن نصائح وتوجيهات للأندية، ونحن دائما يعني نقول هو الدعم الأول للرياضة وهو اللي أسسها الأندية، لو نشوف نحن في إمارة الشارقة ممكن هدف الأندية غير عن الأهداف العالمية للأندية، نشوف كل منطقة في نادي صح. فالنادي هو مجتمع وثقافي أكثر ما هو رياضي، فنحن كل الشكر على صاحب سمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي مجلس الشارقة الرياضي، وعلى رأس مساعدة عيسى هلال الحزامي، دائما متابعتهم حثيثة ودائما اتصالاتهم موجودين دائما معانا سواء في المبادرات الثقافية والمجتمعية، ودائما على تواصل وموجودين معانا، ونحن نشتغل معاهم أيضا في
تنمية المبادرات هذه، ونحن كيف ننشر مبادراتنا الثقافية، وكيف نحن نجذب أهالي إمارة الشارقة وأهالي المناطق إلى الأندية. فأكيد لا غنى عن مجلس الشارقة الرياضي، كلنا يمكن الأندية ومجلس الشارقة الرياضي هدفهم واحد وموجودين لسبب واحد اللي هو خدمة المجتمع. مهندس علي، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة، كنا سعداء جدا باستضافتك وبهذه يعني الإطلالة أو بطاقة تعريفية ربما ليست شاملة لكن فيها مجموعة من النصائح ومجموعة من الخلاصات التي يمكن أن تعود بالنفع على كل مستمع أو كل متابع لبودكاست بأبنائها مشرقة. شكرا، شكرا لكم على الاستضافة. مشاهدينا أو متابعينا الكرام، نستودعكم الله ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.